جودالو على الجهة اليمنى، لوك شو موجود على الجهة اليسرى، ليساندرو مارتينيز مع رافائيل فاران، برونو فرنانديش، فريد وكازيميرو، فيرغورست، ماركوس راشفورد وأنتوني. عناق بين إريك تنهاج وبين مانويل بيليغريني مدرب نادي بيتيس منذ أغسطس 2020، هذا اللي سبق له أن درب أيضا مانشستر سيتي في إنجلترا ويعود لملعب خاض فيه مباريات مع مانشستر سيتي ألا هو ملعب الأولد ترافورد تحت أنظار تتهاطل على أرضية ميدان ملعب أولد ترافورد. الكل يترقب ويريد أن يعرف كيف سيكون بالدوري الأوروبي وهو اللقب الوحيد اللي فاز به في هذه المسابقة بسبب الإصابة في بيتيس أمام أنظار إريك تقى عن طريق اللاعب جيدو رودريغيز، عمل كرة ممتازة من خواكيم لصالح عناصر بيتيس وهي الكرة ناحية فريد بتسلل، كرة كانت ممتازة وفريد التسديدة مرة ثانية من برونو، عرضية عرضية خطيرة لماركوس راشفورد، يخرج كل الإسعاف وكل الغضب ماركوس راشفورد، استلم الكرة بروعة داخل منطقة العمليات، ضربها بقوة وبدقة في الزاوية اليسرى، يفتتح مجال التسجيل لمانشستر يونايتد، جول يا ماركوس يا راشفورد، خامس أهدافه في الدوري الأوروبي بكل هذه الروعة، هجمة معاكسة سريعة، برونو فرنانديز مباشرة، أنتوني 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 أنتوني، راشفورد لوك شو رجعت مرة ثانية، لوك شو أرضية جول، يا 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 رائعة مرة ثانية وكاد يفعلها الهولندي فيرغورست ويسجل الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد. اللعبة كم كانت رائعة هنا من لوك شو لراشفورد، من راشفورد مباشرة لفيرغورست، ضاعت أوب 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 خطيرة راشفورد راشفورد وبرافو، خطأ آخر فادح كلاوديو برافو كان في الوقت والمكان المناسبين تفوق على ماركوس راشفورد. هاي الكرة مرة ثانية لا يحلم به أنتوني من هنالك على الجهة اليسرى أنتوني إلا إذا كان متسلل هنا اللاعب هوت فيرغورست. شوف اللعبة شوف اللعبة شوف اللعبة مثل المان أنتوني أنتوني راشفورد 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 كلاوديو برافو يسد وبرونو والكرة في الركنية كرة أخرى ضاعت كرة أخرى صدها كلاوديو برافو هنا من أنتوني لراش بالرأس من فاران الخطورة ما زال فاران كازيميرو كاد يفعلها فاران بالرأس ثم برجله ثم كازيميرو اللعبة هذه أيضا رائعة جدا تماما على الجهة اليسرى في اتجاه خوانمي 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 أوه رائعة من هنالك على الجهة اليمنى أيوسي بيري واحد واحد نسيه لوك شو من هنالك على الجهة اليمنى بيريس استلم بصدره بيريس سددها كرة أرضية زاحفة على مرمى دافيد دخية وجول واحد واحد صارت النتيجة الآن المعار من لادي ليستر يعدل النتيجة لريال بيتيس أمام مانتيخوس لراشفورد راشفورد 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 وضعي التسلل هنا من راشفورد رغم انه الحق كرة صعبة لصالح عناصر الريال خطيرة جول القائم الايسر ينقي الدخية كاد ياتي الهدف الثاني لصالح عناصر ريال بيتيس ما هذا الذي يحدث في الالترا فورد يا الدخية صاحب خطأ فادح مرة انتوني دي برونو 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 الكرة العرضية والتليسرى يطلبها راشفورد لوك شو لوك شو فرنانديش برونو فرنانديش يوان بيساكا كرة صعبة بيساكا عرضي لعبة كتير أنتوني على الجهة اليمنى أنتوني يرحق عليه وان بيساكا أنتوني البرازيلي ينقذ المان البرازيلي يبعث المان البرازيلي يرسم لوحة رائعة يا سلام نعم هي لوحة كروية فنية مرسومة بشكل رائع من هنالك على الجهة اليمنى استلمها ووضع نفسه في أحسن الظروف اضربها بيسرى في الزاوية
حركاته وتحركاته ومبارياته بانه فاران يلعب موسوق على فرايبورغ 1-0، هنا الماني متفوق 2-1. وش تخطا خرج وان بيساكا وبرونو، برونو عرضيه برونو ايوي، والتغطيه من يوسف صبالي يخرجها في الركنيه رائعه. بالنسبه للريال لوك شو جول، لوك شو برونو جول، 3-1 صارت النتيجه. خرج برونو فرنانديز وسط المجموعه، ضربها بالراس وكلاوديو الحارس كلاوديو برافو لم يتمكن من صد هذه الكره، صارت النتيجه 3-1 لمانشستر يونايتد. فرحه كبيره لبرونو لانه لوك شو مره ثانيه، وان بيساكا، بيساكا أنتوني 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 وكلاوديو، أنتوني كاد يسجل وكلاوديو برافو يتمكن من هذه الكرة، يسترجعها والكرة من هنالك الحكم لصالح عناصر مانشستر يونايتد. من راشفورد ثم الهدف الثاني الأروع من أنتوني، ثانية أنتوني لعبها ناحية برونو أورتيو، با 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 خسارة كل هذه اللعبة منذ بدأت من حوالي 40 ثانية، خدوات منذ انطلقت من فاران وإلى أن وصلت إلى أنتوني، هاي اللعبة من وان بيت. بعد هذا التدخل من ماركوس راشفورد بالي جيدن سانشو مازال يدخل يلعب بينية مع فريد، وجيدن شو سانشو 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 رجع غد فريد والحارس يو 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 يو. نعم بورخا إغليسياس أخذ مكان عايوت سيدي. المباراة 3-1 في النتيجة. كوادرادو يرجع للخلف، حركة اللي عملها شوف ما في خطأ، يلحق عليه من هنا بالاسيا جيدن، هاي اللي راحت لوان بيساكا على الجهه اليمنى، وان بيساكا مرة ثانية، أنتوني أنتوني لا 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 لا، في حركات وتمريرات وكرات وتسديدات وريبال تغطية خطيرة فيرخورست، لويس فيليبي حتى هو ساقط على أرضية الميدان، رمى رجله ضرب فرنانديش، برونو ناحية فيرخورست وبيتزيلا، كانت رائعة لبرونو. رتم المان يونايتد اليمنى خطيرة، سكوتو جول فيرخورست في نهاية المطاف يسجل أول أهدافه في الدوري الأوروبي هذا الموسم، 7 في الدوري وهدف في الدوري الأوروبي. كرة كانت ثنائية بين بيليستري وسكوت ماكتوميناي، وجاء الهدف الرابع لعناصر مانشستر يونايتد التي تنتقل.